فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ذكر عدد الأموات وجنسهم قبل الصلاة عليهم يعد مشروعا؟ ينبه الناس، نعم لا بس، 10 رجال، 5 نساء، طفل، من أجل أن يتنبهوا للدعاء وللنية أيضا، لأن النية ينوون هذا. وجمع الأموات في مسجد واحد هذا فيه ضرر على الجميع، على الأموات وعلى المصلين، وهي ظاهرة الآن حصلت. الأولى أن يفرق الأموات على المساجد، وأن كل ميت يصلى عليه في المسجد القريب من بيته وجيرانه. نعم.